three negative pointed charges lie along a line as shown in the figure. Find the net vector electric field of this combination of charges at point P. We take x equals 8 centimeters. ده 8 وده 8 يبقى ده 8 جذر 2 بفيثاغورس يعني 11.3 سنتيمتر ونفس الشيء طبعا ده 11.3 سنتيمتر. طالما ال 3 charges are negative يبقى ال electric field داخل على الشحنة. الشحنة دي 5 ودي 5. خلاص ننسى بقى الإشارات، احنا عرفنا الاتجاهات من الإشارات إن داخل على الشحنة. انسى بقى الإشارات تماما، هنتعامل مع القوانين بالأبسولوت فاليوز. ده داخل على الشحنة وده داخل على الشحنة، كل واحد قيمته بالإلكتريك فيلد يعني E وE تتحدد بالقيمة الكيو والآر. الكيو دي قد الكيو دي والآر دي قد الآر دي، فهنسمي دي الـ E5 يعني الإي بتاعت الفايف مايكرو كولوم، ودي نسميها الإي 2. طبعا لما الحل للإي 5 إكس وواي، وهنا إكس وواي، طبعا الإكس قد الإكس والواي قد الواي، الإكسات الإكس كومبوننتس تتجمع مع الإي 2، أما الواي كومبوننتس يكنسلوا بعض، وبالتالي ما عندناش غير بس في اتجاه النيجاتيف إكس. الأول نحسب الإي بشكل عام للفايف وللتو كماجنتيود، وبعدين نحلل كي في كيو كماجنتيود على الار تربيع. هقول بقى الاي 5 بتساوي 9 في 10 اس 9، الكيو 5 في 10 اس سالب 6 على بوينت 1132. يطلع الجواب 9 اي 9 5 اي سالب 6 على بوينت 11.3 تربيع يساوي انج، يطلع 3.52 في 10 اس 6 الوحدة نيوتن على الكولوم، سواء اي 5 اللي فوق او اللي تحت نفس الشيء. طيب والاي 2 نفس الكلام بقى، بس هنغير قيمة الشحنة، 9 10 9 2، طبعا تحط سالب تحط موجب هتتشال لانها ابسولوت، في 10 سالب 6 على بوينت 08 تربيع، المسافة من هنا لهنا بوينت 08، طبعا مسافة صغيرة فده هيخلي الالكتريك فيلد كبير مع ان الشحنة صغيرة، 2 10 سالب على بوينت 08 تربيع، فطلعت 2.81 في 10 اس 6 نيوتن على الكولوم، مع ان دي 5 ودي 2، دي قد دي الضعف وزياده مرتين ونص، لكن دي قربت منها نتيجه المسافه قلت. طب احنا دلوقتي عايزين نجيب الاي نت. الاي نت احنا عارفين ان كلها في اتجاه الماينس اكس، فهقول كده 3.52 10 اس 6 واحلل، طبعا ده 8 وده 8 بس زاويه دي 45، ده 8 وده 8 بس زاويه دي 45، يبقى كوساين 45 ضرب 2. ليه ضرب 2؟ لان اللي فوق هيتحلل واللي تحت هيتحلل، زائد القيمه دي مش هتتحلل طبعا لانها في اتجاه النيجاتيف اكس، فيساوي نحط بقى الجواب النهائي اهو، القيمة دي زي ما هي زائد 3.52 10 6 كوساين 45 منها 2. طلع الجواب 7.7، نتأكد تاني، 2.81 زائد 3.52 كوساين 45 ضرب 2، مظبوط 7.79 تقريبا في 10 اس 6 نيوتن على الكولوم. طب عشان فيكتور اقول اتجاهه كده في اتجاه النيجاتيف اكس،
بس خلاص ملوش بقى في اتجاه الواي، ما تجيبش زاويه ولا حاجه، طالما في اتجاه الاكس او اتجاه الواي مش لازم احسب زاويه، لو كان اكس واي كنا حسبنا الزاويه وشفنا الربع وكده.